السلام عليكم. هذه حالة التهاب في النسيج الخليوي زي ما نشوفه قدامنا. طبعا حطيت حالة زيها من يومين، ولكن الحالة هذه في بداية، فهذه تعطينا فكرة على كيف يصير الالتهاب. فزي ما نشوف قدامنا المريضة واضحة أن عندها جفاف في الجلد وعندها إكزيما، فنتيجة الجفاف ونتيجة زي ما قلنا احنا نتيجة نقص التروية في الرجل، فيصير في التهابات، والجفاف يسبب حكة فتصير مريضة تحك رجلها، فلاحظوا تصير تقرحات على طول الساق، وعادة هي المنطقة اللي هي الأمامية تكون عادة، أو حتى في الجنب زي ما نشوفه قدامنا هنا. طبعا هي واضحة إنه قاعد في جفاف، يعني تكونت فقاعات من السائل، وبعدين الفقاعات هذه تنفجر وتسبب تقرحات. طبعا لما تسبب تقرحات بالشكل هذا يصير معاش في حماية للجلد، فيصير الجلد معرض للبكتيريا ويصير فيه التهابات زي ما نشوفه قدامنا بالشكل هذا. فلاحظوا ان هي الرجل كلها منتفخة. There is a behind here too. قد لك في الخلف ايضا. و yeah, that's further one. Up. Yeah. ف طبعا علامات الالتهاب زي ما قلنا المرة الماضية اللي هي الانتفاخ والاحمرار والألم، وأيضا اللي هي زيادة درجة الحرارة. لما نقارن الرجل الثانية، فالرجل الثانية ما فيش التهاب، ولو أنها تعاني من نفس المشاكل اللي هي جفاف بالجلد والحكة. فلاحظوا الأثار الحكة، يعني زي ما قلنا أكثر من مرة لما مريض يحك يطلع على حب على طول مناطق الحك، وهذا طبعا في الاخر يصير فيه تقرحات في الجلد ويصير فيه التهاب. ففي الحاله هذه شنو بنديروا؟ حنعطوا مضاد حيوي، وحنعطوا كريم للجلد تخفف الحكه، وايضا حنعطوا كورس لمده اسبوع من البريدنيزون باش يخفف ايضا الالتهاب والانتفاخ. وشكرا.